الصراعات اللي كتكون بين قيادات الأغلبية، بحكم أننا حجمنا قليل كقيادات، لدد القيادات أنا حكومة منسجمة وحكومة تشكل قوة، توافق بين قيادة الأغلبية، نلتقي باستمرار. فقط هذا اللقاء كيكون لقاء رسمي غير لنجدد اللقاء مع الإعلام وكذلك مع الإخوة في البرلمان في مجلس المستشارين ومع بعض أعضاء القيادات السياسية. نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الأفكار اللي بغينا نأكدوا عليه، على أننا هذه المشاكل اللي كنشوفوها الآن اللي سمعناها وكتبوا عليها كثير هي مشاكل طبيعية في المسار كياخذوا المغرب في المجال الاقتصادي والفلاحي والسياسي، ونحن سنواجهه بتحالفنا، سنواجهه بوحدتنا، سنواجهه باتفاقاتنا، وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا والالتزاماتنا سواء على مستوى البرنامج الحكومي او سواء على استنادا على ميثاق الأغلبية. لذلك سنستمر بهذه الحكومة وسنشتغل بهذه الحكومة وسنواجه هذه المشاكل وهذه الأزمات، وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة إلى أن نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلالة الملك. لذلك تأكدوا أن كل ما تسمعونه خارج ما نقوله نحن الثلاثة غير صحيح. نحن الذين نملك الحقيقة، نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها. لذلك ثقوا فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا من في الماضي، ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر، بل لنا رغبة في العمل أكثر، لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا، ونحن في الحقيقة نعتبره فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققتها ما لم يحققه الغير. شكرا لكم.